أحبائي، شكرا كتير على متابعتكم على لاين لايف. لسه مخلصين البث المباشر، عملنا الشوكولات كيك رائعة، مكوناتها بسيطة جدا، ما فيها بيض، خلطتها في خلال دقيقة بتكون جاهزة رائعة. قد ما أشرح لكم وأحكي لكم رائعة، وكمان حتى هشة، شوفوا لما بنضغط عليها بالشكل هذا كتير سوفت، لاحظوا كتير رائعة. بتقدروا تعملوها تورتة، تكلوها زي ما هي سادة. أنا حطيت عليها رشة بسيطة فقط من الكاكاو، ممكن تحطوا عليها كريمة، تعملوا اللي بدكم فيها. وصفة من أروع وأطيب الوصفات. أنا حاطة لكم المقادير. الجماعة اللي ما كانوا ملحقين البث على لاين لايف، إن شاء الله الأربعاء القادم حيكون موعدي معكم كمان بنفس التوقيت، الساعة 7 بتوقيت السعودية. خليكم على الخط، شكراً.